يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من 897 ألف شخص. فيما تجاوز عدد من حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم 758 ألف شخص. هذا وتشدد وزارة الصحة على أهمية الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والقرارات الصادرة عن الفريق الوطني للعودة إلى معدلات الانتشار الآمنة